السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأبطال والشطار، وحياكم الله بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. اليوم إن شاء الله نحكي عن الضمائر. هاي الضمائر طبعا اللي هن عندنا subject pronoun، ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول به، وضمائر الملكية. طبعا هنا وهنا يعني حقيقة هن أربع جداول، عندك أربع حقول: ضمائر الفاعل الـ I والـ You والـ He والـ She والـ It والـ They. ذني أخذناهن ببداية الدورة، أعطيناكم إياهن وقلت لكم لازم تقرونهن. بعدين عندنا ذني هنا أيضا ضمائر المفعول به، أيضا مهمات: الـ I صير Me، الـ You صير You، وعندك أيضا الـ My Your ذني اللي هما صفات التملك، وعندنا أيضا الصفات التي تأتي في نهاية الكلمة. وعندك ملاحظة على كل وحدة، عندك أول شيء هذني الـ subject pronoun، ملاحظة عليهن تأتي بداية الجملة وبعد النقطة. إذن الـ I والـ You والـ He ذني يجن وين؟ يجن بداية الجملة. حلو. الضمائر المفعول به تأتي في وسط الجملة، تأتي بعد حرف الجر with give. إذن هذني ضمائر المفعول به دائما يجني في وسط الجملة، ويجوني وراء حروف الجر. الماي يو مثلا with me، from him، from you. هذه ضمائر المفعول به. وعدنا أيضا ذني صفات التملك تأتي في بداية أو يأتي بعدها اسم. هاي إذن هذني ما يجن بالأخير، ذني دائما يجوني قبل الاسم، مثلا my car، my pen، my father، my car، وإلى آخره. هذني دائما ذني ضمائر. طيب بالأخير عندنا أيضا هذه الصفات الأخيرة، واللي هي دائما تجيني بالنهاية، تجيني آخر شيء، آخر شيء بالجملة، يجيني آخر شيء بالجملة، اللي هم المي والماين واليورس وإلى آخره. طيب هنا سؤال مهم، شلون يجن ذني بالامتحان؟ طبعا يجن على أكثر من طريقة. أول طريقة يجن بالامتحان، انتبه يمي زين، خلينا أعلمك شلون تجي بالامتحان. شوف يقول لك الآي ماي، الآي صايرة ماي، شوف الآي صايرة ماي. طيب الآي صايرة ماي زين، يجيب لك الشي، شي شو تصير الشي؟ شو راح نكتب؟ شوف شي يصير بالفراغ، راح نسويها وراح يجيب لك بالامتحان شي. انت لازم تكتب له الفراغ هنا، طبعا هي تجيب لك اياه، تكتب له هنا شي صايرة هير، هيك راح تصير. هاي صايرة ماي، شي صايرة هير، هيك. هاي هي طريقة الحل. مثال اخر، هو يجيب لك اي مثلا على سبيل المثال، مثال اخر يجيب لك بالامتحان، مثلا يقول لك الذي صايره ذم، الذي صايره ذم، مثلا جاب لك بالامتحان هيك، جاب لك الذي صايره ذم، يرجع النوب شي يسوي؟ الذي صايره ذم، يرجع النوب شي يسوي لك؟ عالجدول يجيب لك مثلا الوي، الويش راح تسويها انت؟ راح تسويها اس، راح تسويها اس. طبعا هذا طريقة الحل، هاي اكثر شيء تجي بالوزارة هيك، دائما تجي هيك بالوزارة. فقروها زين وركزوا على هذا الجدول، لان هذا الجدول كلش مهم. طيب عندنا ايضا تمرين مهم، طبعا هذا موجود صفحة 41 بالوحدة الثالثة. نجي ايضا الى موضوع اخر، طبعا انا داخذلكم بس الاشياء المهمة واللي تجي بالوزاري. صفحة 44 تمرين اي، هذا 44 تمرين اي، ايضا هذا تمرين مهم، ركز وياي. باو هنا عندك كلمة بات اللي هي معناها خفاش، يقول لك can be seen at night، ممكن نشوفها بالليل. إذن من نشوف بات؟ طبعا هي من باتمان، باتمان، ما سامعين باتمان؟ هو الخفاش باتمان. إذن تحفظ لي كلمة بات خفاش،
مفتاح الحل وياها نايت اللي هي معناها بالليل. إذن بات نايت، إذن الخفاش ويا الليل هذا مفتاح الحل. الثانية قايل لك any spices ويا F has been discovered، has been discovered a new spices species عفوا عذرا خليك وياي. عندك هنا مفتاح الحل discovered، discovered يعني اكتشفه. أنواع جديدة اكتشفت. طيب رقم ثلاثة عندك snakes اللي هي معناها حية، snake حية، ويدي can be found in the deserts بالصحراء. إذا الثعبان نلقاه وين؟ بالصحراء. طبعا ذن ثلاث كلمات كلش مهمة، اريدك تقرأ لياهن واريدك تحفظ لياهن لان مهمة، لان مهمات. طيب هذا تمرين ما جاي وزاري، ما شفته جاي وزاري. يعني عندك تمرين بي تعاريف كلش مهم، تمرين بي مع التعاريف هذا كلش مهم ودائما يجي وزاري. خلونا نقرأ. عندك تعاريف definitions، تعاريف. الجملة الأولى قايل لك bird that hunts، الطير الذي يصطاد، kills other birds، يقتل الطيور الأخرى، هو birds of prey اللي هو يعني طائر مفترس. هاي مفتاح الحل birds of prey، حلها يمك واحفظ ليها. طبعا هذا الكلام موجود بالنشاط في صفحة 46، صفحة 46. عندك the opposite of safe، عكس كلمة safe dangerous خطير، عكس كلمة safe dangerous خطير. رقم ثلاثة يقول لك sit and travel on a horse، يعني تسافر بي انت، تسافر او عفوا انت تجلس لكي يعني sit and travel on horse or camel. يعني الواحد اذا يريد يسافر شي يسوي؟ اكيد يركب، ride معناها يركب. اذا ride بمعنى الركوب، الواحد يركب على السيارة او طيارة او الحصان، قديما قبل كانوا يسافرون، او الجمل عن طريق يسافرون. هذا هو مفتاح الحل. اذا مفتاح الحل sit يجلس، ride يركب. رقم أربعة the fastest bird in the world، أسرع طائر الفالكان. أسرع طائر هو الفالكان، هذا هو اسم أسرع طائر. خمسة rice اللي هي الرز، الرز طبعا الرز هو شنو؟ عبارة عن crops حبوب، crops يعني حبوب. إذن مفتاح الحل هو rice، crops يعني حبوب، يعني التمن هو عبارة عن حب، حب. Not children، ليسوا أطفالا. من هم اللي مو أطفال؟ الأدلت اللي هو البالغ. إذا واحد يقول له not children، adult يعني بالغ، يعني كبير بالعمر. Adult يعني كبير بالعمر، adult يعني كبير بالعمر. هذا أيضا بالوحدة الثالثة، وهو تمرين مهم جدا، وهو تمرين مهم جدا، موجود في الكتاب في صفحة 46. شنو عندنا بعد بالوحدة الثالثة أريد أقريكم إياه وأريد أنطيكم إياه كلش مهم؟ طيب حلو